هيا احنا شعب بيحب البهجة والفرحة في أيام العيد، رغم ارتفاع درجات الحرارة كان في إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات في كافة محافظات مصر. النهاردة احنا في قفلة طبية من أمام حديقة فريال لتأمين المواطنين اللي بيعيدوا، ونحب بهذه المناسبة نقول لهم كل سنة وهم طيبين ومصر كلها بخير. متواجدين طبعا، في ناس بتيجي من إدفو وبتيجي من إسنا، بنكشف عليها وبنحول على يعني الحالات الصعبة بنحولها على المستشفى، والحالات اللي بيكشف عليها الدكتور ومن دون فلوس ولا من دون أي حاجة، والعلاج مجاني والكشف مجاني. جينا هنا لقينا القافلة الطبية بصراحة واستعنوا بها آخر استعنا هنا، وبصراحة يعني حاجات يعني على أعلى مستوى. يعني جاي هنا جنينة فريال أنا وأخواتي وأمي وأبوي وأخواتي وأصحابي، جايين هنا بالمناظر الجميلة في أسوان، وإحنا ساكنين في أسوان هنا، وجينا جنينة فريال في العيد وجايين هنا عشان يتفرج على الحاجات الجميلة في أسوان وعبر نهر النيل. بنيجي كل سنة في القرية وفي المكان الجميل ده، مكان رائع وجميل، ونحب نروح الجناين بتاعت أسوان، منظر ساحري، مكان جميل. الجو هنا حلو، الجو هنا جميل، وأسوان حلوة، وهنا الجنينة دي بالخصوص يعني التذكرة بتاعتها رخيصة جدا وفي المتناول،